نتهلل بوجودك. بالبركة يا رب بارك علينا وبالتقديس يا رب قدسنا وبالسلام اشمل يا رب الجميع. فهمنا كلمتك يا رب وحينا بكلمتك، نقول لك لتدنو وسيلتي قدامك يا رب، فقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك، كلمتك يا رب أحيني، تفيض شفتي الصبح إذ ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك يا رب هي حق. قدسنا وطهرنا واسندنا بقوتك وكلمتك عشان خاطر أمنا القديسة الطاهرة مريم، قرودنا ماري مرقس الإنجيل الطاهر والشهيد، لأن ليك يا رب كل المجد والكرامة الآن وكل أوان دار دهور كلها. أمين. نكمل مع بعض في سفر أرميا الإصحاح الثالث، رسالة أيضا ربنا بعتها للشعب على فم أرميا. والرسالة دي مش للشعب بقد ما هي رسالة لكل واحد منا. ربنا دل في قلبه تجاهنا مهما كانت الوحاشة بتاعتنا. بيقول قائلا: إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر فهل يرجع إليها بعد؟ يعني بعد ما هي رفضته وهو رفضها وراحت ارتبطت بآخر، هل ممكن إنه يرجع لها مرة تانية؟ صعب. بيقول: ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ إذا كانت الطبيعة البشرية بتعمل كده، لكن ربنا بقى يغلب حتى الطبيعة البشرية دي وبيقول: أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين. يعني مش بقت لواحد بس، لا ده راحت ارتبطت بأشخاص كثيرين. لكن بالرغم من كده مفيش انحطاط أكتر من كده، وبالرغم من كده لكن ربنا يقول الآية الجميلة دي: لكن ارجعي إلي يقول الرب. قد ايه رحمة ربنا ومحبة ربنا الرائعة جدا، بالرغم من عدد مرات خطايانا وتنوع خطايانا دهيت وكترتها، لكن ربنا عمال يقول لكل نفس: ارجعي إلي يقول الرب. كده مهما عدو الخير حاول يقول لنا ان انتوا مش مقبولين، انتوا مش محبوبين، ربنا خلاص زهق منكم، ربنا مش مستحمل خطاياكم، لا ربنا بيقول وبيعلنها: لكن ارجعي الي يقول الرب. ارفعي عينيك الى الهضاب وانظري اين لم تضاجعي في الطرقات، جلست لهم كأعرابي في البرية ونجست الأرض بدناك وبشرك. ربنا بيدعو بالرغم أن النفس دي نفس زانية ومحترفة الزنا في كل سكة وفي كل مكان، ونجست الأرض لدرجة أن امتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة ذانية كانت لك، والزنان محترفين اللي بيأكلوا من الزنا بيحطوا يافطة عليهم كده عشان ده شغلهم، فبيقول حتى لو وصلت كده أبيت أن تخجلي؟ ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صباي أنت؟ هل يحقد إلى الدهر ويحفظ غضبه إلى الأبد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. برغم من كتر الخطية وبرغم من كتر الشر وحتى من اليأس، وقالت هو هيفضل غضبان علي على طول، وقال الرب لي في أيام يوشيا
الملك، يوشيا ده كان الملك الصالح والأرمية ابتدى خدمته في أيامه. هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ إسرائيل دي المملكة الشمالية، وانطلقت إلى كل جبل عالي وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي، فلم ترجع رغم من كل شرها، لكن أنا دعوتها وقلت لها ارجعي لي، لكن هي برضك رفضت الرجوع. النفس لما تصر على خطيتها بالرغم من محبة ربنا الغافرة ومحبة ربنا الراحمة، لكن النفس مش عايزة ترجع. فرأت أختها الخائنة يهوذا، علمت كمان أختها يهوذا. يهوذا دي المملكة الجنوبية، إسرائيل المملكة الشمالية اللي كانت عاصمتها سامرة، ودي زنت من بدري وبعدت عن ربنا، وربنا قاعد يدعوها أنها ترجع، ما رجعتش. وعلمت أختها الخيانة اللي هي المملكة الجنوبية. فرأيت أنه لأجل كل الأسباب اذنت العاصية إسرائيل، فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها، لم تخف الخائنة يهوذا أختها. المملكة الشمالية دي سنة 700 اتخربت على يد أشور، وأختها بعديها في 586 قبل الميلاد، يعني فرق ما بين 150 سنة ما بينهم. لكن أختها الخائنة يهوذا ما تعلمتش وما خفتش، بل مضت وذنت هي أيضا، وكل وكان من هوان أنها جسدت مع الحجر ومع الشجر، مش بس مع البشر، لكن راحت ارتبطت ارتباطات خاطئة بالمادة أيضا. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا، لا الشمال رجع ولا الجنوب رجع. ما رجعتش أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. هي عملت شكلها أنها يعني رجع، لكن ما كانش حقيقي، مش من قلبها. فقال الرب لي: قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. يعني في نظر ربنا أن العاصية إسرائيل كانت واضحة وصريحة وما نفقتش، بينما يهوذا زادت على الذنة بتاعها الخيانة بأنها حاولت تنافق ربنا وتكذب عليه وتقول أنا رجعت. فدي حال المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، دول اللي كانوا شعب إسرائيل اللي بيمثلونا كلنا لما بنعيش في الخطية والبعد عن الله، بنحط رجائنا أو أملنا أو حمايتنا في حاجة تانية غير ربنا، في فلوس، في شهرة، في علم، في جمال، في علاقات. ما هي دي الزنا الروحي أو دي الخيانة. لكن بالرغم من كل الشر اللي الإنسان بيعمله وتكرار وتنوع خطايا الإنسان بيعملها، لكن ربنا بيبعت رسالة: اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب، لا أوقع غضبي بكم. ربنا مازال بينادي الاثنين، اللي تاهت وبعدت من زمان واللي تاهت وبعدت من قريب. ربنا بيقول لكل نفس ارجعي، تعالي تاني. لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف يقول الرب.
ربنا بيطمن وبيقول أنا ما بشيلش ما بخزنش، كل اللي عايزه إن النفس ترجع إلي، لا أحقد إلى الأبد. ربنا ما بيشيلش، الإنسان بيشيل. يعني أنا لو زعلت حد كان قريب مني، يعني بيطلع روحي عقبال ما بيقبل اعتذاري، يقعد يتقل ويعمل وما ينساش وشايل ويفكرني، لكن ربنا مش كده. ربنا مجرد ما يشوف النفس راجع عليه ياخدها في حضنه، حتى ما بيعاتبهاش. لكن كل اللي بيقولها في عدد 13، اعرفي فقط إثمك، تعلمي من غلطتك واعرفي الخطية بتاعتك إنك غلطتي، أنك إلى الرب إلهك أذنبتي. ده اللي كل ربنا عايزه منا، نرجع وإحنا بنقول له أنا عرفت غلطتي، عرفت خطيتي، بعترف بيها. وفرقت طرق شجرة خضراء ولصوتي لم تسمعوا، يقول الرب. دين يقول آية رائعة خالص تتبروز، ارجعوا إلي، ارجعوا أيها البنون العصاة، يقول الرب. انتم ما زلتوا أولادي، صحيح عاصيين ومتمردين، لكن ارجعوا، يقول الرب. ارجعوا أيها البنون العصاة، يقول الرب، لأني ست عليكم فأخذكم واحدا من المدينة واثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون، أرجعكم للمدينة المقدسة مرة تانية. وكأن ده يعني اشتياق ربنا باستمرار إن الإنسان يرجع ويديهم وعد رائع، مش بس أرجعكم من السبي، لكن وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة. الشعب هلك من عدم المعرفة، فربنا قال حديكم رعاة يرعوكم بحسب قلبي، ده رعاة باختياري، هيقدم لكم المعرفة يعرفوكم، والحاجة التانية الفهم، ياخدوا ويدوا معاكم. في إنسان بيبقى عنده معرفة لكن ما بيعرفش يتفاهم، ما يعرفش يعلم، ما يعرفش يرعى. لكن المعرفة، ومش بس المعرفة والفهم والتفاهم، ده عمل ربنا، ويدي الرعاة اللي يقدروا يوصلوا المعرفة ويوصلوا الفهم. ويكون إذ تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام، يقول الرب، أنهم لا يقول بعد تبوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرون ولا يتعهدون ولا يصنع بعد. وتابوت عهد الرب ده كان الحاجة اللي بيحلفوا بيها، كان أغلى حاجة عندهم وأثمن حاجة عندهم وأحرص حاجة عليها. إيه في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب. أورشليم دي الجديدة بقى، اللي هي كنيسة العهد الجديد. تابوت عهد الرب مش علشان بس بيفكرهم بأن ربنا موجود، لكن هم عايزين إنه هيتمتعوا بحضور ربنا شخصيا. يجتمعون إليها كل الأمم إلى اسم الرب، مش هيبقى الشعب واحد، ده كل الأمم هتيجي لأورشليم.
ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. ما يمشيش الإنسان وراء العند بتاعه واختياراته الشريرة. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال. إذا كانت الخطية قسمت الشعب إلى شعبين، جزء في الشمال وجزء في الجنوب، ده نتيجة خطية سليمان وخطية الشعب معاه. لكن في العهد الجديد بقى الاثنين يبقوا واحد، الشعبين اليهود والأمم والشمال والجنوب الكل يجي، يرجع من أرض الشمال، أرض الشمال دي اللي هي سبي بابل، إلى الأرض التي ملكت آباءكم إياها. وأنا قلت كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم، وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. نبوة جديدة كبيرة قوي وجميلة عن العهد الجديد، إن احنا ننادي إلهنا بأبونا، وده اللي علمه لنا المسيح، لما تصليتم فقولوا أبانا الذي، فهتناديني وتقولي لي يا أبي، ودانا حق البنوة، ومن ورائي لا ترجعين، ومش هتسبيني وتخونيني مرة تانية. حقا أنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل يقول الرب. أسمع صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل، لأنهم عوجوا طريقهم، نسوا الرب إلههم. المشكلة مش بس كمان في الخطايا اللي الإنسان بيعملها من ظلم وقتل وسرقة وشهوة، لكن أعظم من الخطايا دي خطية نسيان الله، إن الإنسان ما بيديش ربنا الوضع السليم والوضع اللائق بيه في حياته. نسوا الرب إلههم، لكن يردد بردك ويكرر، ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. ربنا بيقول كده، أنا عارف إن طبيعتكم العصيان والتمر والتذمر والتوهان، لكن تعالوا أنا حشفيكم، حشفي العصيان اللي بقى جواكم. فهي جميلة قوي، ارجعوا أيها البنون العصاة، أنتوا لسه ولادي، أنتوا أبنائي، صحيح عصيتم علي لكن لسه أنتم أبنائي، وأنا أشفي العصيان بتاعكم. فقد أتينا إليك، بيصرخ بقى أرميا، ده كان اشتياق قلبه. فاتكلم نيابة عن الشعب كله وقال ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب، أنت إلهنا ملناش غيرك، يا ريت يا رب نرجع ليك، أنا عايز أرجع، فساعدني ان انا ارجع. ها قد اتينا اليك لانك انت الرب الهنا، حقا باطله هي الاكام ثروه الجبال، حقا بالرب الهنا خلاص اسرائيل. خلاص يا رب، مش هنمشي ورا الثروات ورا الكنوز ورا اللذات، لكن هنمشي وراك أنت يا مخلصنا. فحقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل، خلصنا من الضعف، خلصنا من الذل، تخلصنا من الخطية، خلصنا من الخوف، تخلصنا من القلق، أنت خلاص إسرائيل. وقد أكل الخبي تعب آباءنا منذ صبانا، غنمهم وبقرهم بنيهم وبناتهم،
كل اللي عشنا من أجله وقعدنا نحافظ عليه كله راح. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا، لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا. إحنا غلطنا في حقك يا رب، وكل اللي إحنا كسبناه بعيد عنك مش هيسندنا ومش هينفعنا. عشان كده نضطجع في الخز، ننام في الخز والخجل يغطينا، لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا منذ صبانا إلى هذا اليوم ولم نسمع لصوت الرب إلهنا. وما سمعناش يا رب لصوتك وطوعنا للنداء بتاعك، أنت عمال تقول ارجعوا ارجعوا ارجعي إلي، فيقوم على طول في صح 4 ده اشتياء أرمية عمال يصرخ كده ويقول لربنا احنا أتينا إليك، أنت الرب إلهنا وأنت خلصنا. فراح ربنا في العددين الأولانيين رد على صرخة أرمية، قال له إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نذعت مكروهاتك من أمامي فلا تتيه. لو رجعت فعلا وبعدت عن الحاجات اللي أنا بكرهها ونزعت، كلمة نزعت دي يعني لزقة في الإنسان، فلازم الإنسان يشدها بالعافية. حاجات اللي أنا بكرهها في الإنسان إذا رجعت وشلت ونزعت تلك المكروهات مش هتتوب. والتوهان ده توهان مادي وتوهان نفسي وتوهان، يبقى الإنسان في حيرة ومش عارف يرسل فين ولا يعمل إيه ولا يسوي إيه. في حالة التوهان اللي بتصيبنا لما بنبعد عن ربنا، ربنا بيقول لو رجعت فعلا ونزهت المكرهات ده هي مش هتتوه تاني. وإن حلفت حي هو الرب بالحق، رجعت فعلا حقيقي، ما قلتش كلمة حي هو الرب كده كلمة كلبانة زي ما كل الناس بتقولها، لكن انت فعلا عايز ربنا بالحقيقة بالحق والعدل والبر، فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون، تبقى بركة لكل الشعوب ولكل الأمم. طب انت عايزنا نرجع ازاي يا رب؟ لأنه كذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم، احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تذرعوا في الأشواك، يعني نظف الأرض من الشوك. الشوك دي هي الشهوات والرغبات والمخاوف. اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم. شعب إسرائيل مختتن روحيا، لانه الختان ده كلمه ختان يعني سيركم سجن، سيركم من سيرك الدائره وسجن قطع، فالقطع الدائري ده يؤدي الى الفصل الكامل. لو عندي حته ورقه وعملت فيها قطع دائري كده الحته اللي في النص دي تنفصل كامل، فكان قصد ربنا من الختان الانفصال الكامل عن الخطيه، لكن الانسان عمل الختان في الجسد لكن ما عملش الختان الروحي. عشان كده المسيح لما جه اختتن لاجلنا واحنا اختتنا فيه، لان المسيح هو اللي عمل الختان الحقيقي.
الفصل الكامل عن الخطية. فربنا بيقول لهم اختنوا قلبكم مش بس الجسد. يا ريت كان أورشليم لئلا يخرج كنار غيظي يحرق وليس من يطفئ بسبب شر. اخبروا في يهوذا وسمعوا في أورشليم سمعني يا جماعة. هو أبونا غالبا طلع، مستناه شوية كده، كان دقيقة يمكن يدخل كده.